دخل بروتوكول اتفاقية الصيد بين موريتانيا والسنغال اليوم حيز التنفيذ، حيث بدأ عمليات ترقيم ووضع إشارات خاصة للزوارق السنغالية المشمولة بالاتفاق، والتي سيسمح لها اعتبارا من يناير المقبل بالاصطياد في المياه الموريتانية. تطبيقا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين موريتانيا والسنغال حول الصيد البحري، بدأت عمليات ترقيم ووضع إشارات خاصة للزوارق السنغالية المشمولة بالاتفاق، والتي سيسمح لها اعتبارا من يناير المقبل بالاصطياد في المياه الموريتانية بعد سنوات من التوقف جراء عدم تجديد الاتفاق الثنائي الذي يسمح ل450 زورقا لصياد مدينة درب بالعبور إلى السواحل الموريتانية المتاخمة. ويدخل هذا الإجراء ضمن توزيع رخص الصيد على الصيادين التقليديين لمدينة سان لوي، ولهذا الغرض توجد بعثة من وزارة الصيد والاصطياد البحري الموريتانية برئاسة المدير العام لاستغلال الثروة السمكية، حيث أشرفت رفقة مسؤولين من وزارة الصيد السنغالية على عمليات الترقيم ووضع الإشارات على الزوارق التي تعبر الحدود البحرية للعمل في المياه الموريتانية. وتتمثل العملية في إعطاء كل زورق يحمل رخصة رقما خاصا يتيح له الاصطياد، تفاديا لحدوث أي احتكاكات أو أي غموض أثناء التحقق من هويات الزوارق من قبل البحرية الموريتانية أو جهاز خفر السواحل. وشملت العملية الدفعة الأولى من الزوارق وعددها 24، حيث تم وضع الإشارات والترقيم، وستتواصل إلى غاية يناير القادم حسب ما صرح به سيدي علي والسيدي أبو بكر المدير العام لاستغلال الثروة السمكية في موريتانيا. وأكد المسؤول الموريتاني أن عملية الترقيم تكتسي أهمية بالغة في تطبيق بنود الاتفاق، وستشمل ما مجموعه 54 زورقا سنغاليا يشملها الاتفاق. الجانب السنغالي ممثلا بمدير الصيد البحري مامادو كوديابي شكر السلطات الموريتانية على الجهود التي بذلتها لتيسير حصول السنغاليين على هذه الرخص، مبرزا أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في يناير 2019. ودعا المسؤول السنغالي الصيادين في بلاده إلى احترام بنود الاتفاق وعدم خرق أي منها وتفادي أي تصرف خارج نطاق الاتفاق. الصيادون وممثلوهم أشادوا باللفتة الموريتانية التي طال انتظارها بحسب قولهم. أزمة نشاط الصيادين السنغاليين في مدينة در إذن أخذت طريقها إلى الحل، لتنتهي فصول عملية لي الذراع بين خفر السواحل في موريتانيا والصيادين السنغاليين، ويعود النشاط إلى سابق عهده، لكن وفق ضوابط جديدة وشروط فرضت من بين أمور أخرى ترقيم الزوارق وتحديد الكميات المسموح باصطيادها وأماكن التفريغ وعينات الأسماك.